مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده في برنامج هاشتاج. النهارده معانا فقرات مختلفه ومتوازيه ان شاء الله تنال اعجابكم. هيكون معانا في فقرتنا الاولى النهارده عن مجال الرياضه، هيكون طبعا كلنا عارفين المقوله الشهيره علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل لعمر بن الخطاب. هيكون معانا فقرتنا الاولى عن رياضه الفروسيه وركوب الخيل. هيكون معانا النهارده الكابتن محمد رمضان مدرب الفروسيه، ومعانا الفارس الصغير مهاب. اهلا بيك يا جماعه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن محمد، منورنا. اهلا بيك يا مهاب، ربنا يخليك. بدايه كده كابتن محمد، عايزين نتكلم معاك ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها او تنفيذها لاعداد فارس من البدايه للنهايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع ان احنا نعد فارس للفروسيه عموما، هي محتاج ان انا اعرفه ان هو بقى من اللحظه دي مسؤول. ممكن الالعاب كلها بيبقى الشخص اللي بيلعب مش ملتزم بحاجه، ممكن يكون ملتزم بالكوره بتاعته، لكن في هنا في اللعبه بتاعتنا دي كائن هو ملتزم بيه، يعني في مسؤوليه، يعني في انضباط، يعني في مواعيد تدريب، وفي مواعيد ان انا لازم اروح للحصان بتاعي اطمن عليه واتابعه واشوف النواحي الطبيه بتاعته. يعني لازم يكون في علاقه ما بين الفارس وما بين الحصان. هي الفروسيه بدايه علاقه بتنشا زي بالظبط اي علاقه بتنشا ما بين اتنين اصدقاء. دي بدايه علاقه بينه وبين حصانه بكل مسؤولياتها بكل حياتها. فمن اللحظه دي بنعرفه ان هنا بقى مسؤول، هنا لازم في اوقات بيروح يطمن على حصانه علشان كمان يجهز حصانه ان هو يتقبله، لان الحصان بالظبط زي البني ادم، مش اي وقت اقدر ان انا اخرج فيه ومش اي وقت احتاج ان انا اتمرن فيه. فلو انا عايز حصان يبقى جاهز في اي وقت، يبقى لازم ان انا افهم الفارس ده ازاي يقدر في اي وقت يخلي حصانه جاهز معاه. بعد كده ببتدي بقى اعمل معاه جدول تدريب. هو الجدول مش علاقه، مش موضوع تدريبه بس، انا بعرفه ازاي يتعامل مع الحصان كصديق وفي نفس ويكسبه، وفي نفس الوقت ازاي نمرنه. ببدا بست مستويات تدريب طبعا على مراحل مختلفه وعلى كورس معين بننفذه له، وكل مرحله بيبقى ليها الكابتن بتاعها موجود عندنا زي اي مراحل تعليميه بالظبط. بس ازيك يا مهاب؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه مهاب؟ عندي 11 سنه. امتى بقى بدات تتدرب مع الكابتن محمد؟ هو انا بدات اتدرب مع كابتن محمد من 3 سنين. ايه اللي حببك في الفروسيه؟ اللي حببني ان انا شفت بطوله من بطولات كابتن محمد وتشجعت، وزائد ان ماما وبابا شجعوني، فبدات اتمرن في نادي لغايه لما شفت كابتن محمد و تعرفت عليه ورحت معاه النادي وقعدنا نتدرب لغايه لما وصلت اللي انا فيه، وان شاء الله باحسن. احسن ان شاء الله، نورني والله. كابتن محمد نرجع لك مره ثانيه ونقولك طبعا رياضه الفروسيه مش رياضه سهله، يعني فيها مجازفات وفيها مخاطرات، فطبعا بتواجه اكيد مشكله في النقطه دي تحديدا مع اولياء الامور، اكيد بيخافوا على اولادهم. هو انا ببتدي مع الفارس ان انا بطمنه زي ما اتفقنا كده، انا مش محتاج ان الفارس يتحط على الحصان على طول. انا ممكن ادرب الفارس من غير ما اركبه الحصان، من غير ما اوقفه، ممكن ادرب الفارس بان انا اخليه يشوفني اصلا بتعامل مع الحصان ازاي فيطمن، ومش شرط يشوفني في التدريب، ممكن يشوفني وانا قاعد باكل الحصان في البوكس، ممكن يشوف العلاقه الطيبه اللي بيني وبين الحصان فيطمن. ودي بستخدم فيها خيول معينه، لان برضو في خيل بتبقى ليها طباع هاديه، دي اللي بستخدمها للفارس اللي هو لسه بيبتدي، بخليه يشوفني ازاي باكله ازاي برعاه، فهو بيطمن وبيبتدي يشوفني انا كمان وانا بتمرن. غير كده ان انا بستخدم مساعدات تدريب، مش شرط ان انا احطه على الحصان في الاول. الفكره ان احنا عايزين نطمن الاهالي، لان الرياضه دي رياضه مهمه من وجهه نظري جداً. يعني ناس جداً. كتير عارفه ان ركوب الخيل والفروسيه دي حاجه جميله جدا ورياضه قويه، يعني مش اي حاجه. فعايزين نطمن برضو الاهالي واولياء الامور ان شجعوا اولادكم اللي حابب يتمرن يتمرن. يعني مبدئيا هي الاماكن اللي بنعمل فيها التدريبات بتاعتنا حتى تحت أسوأ الظروف لو حصلت اي حاجه، هي مخصصه ان لو حصل اي حاجه الفارس وقع من على الحصان، الارض بيتعمل لها صيانه وبيتحط لها مواد بحيث ان هي تكون طريه على الحصان وعلى الفارس، وده بيبقى تحت أسوأ الظروف، لان احنا بنبتدي الموضوع بتاع التدريب ده ما بناخدوش مره واحده، ده ممكن يقعد معانا، ده اسلوب حياه، فانا مش شرط ان انا ابتدي صعب. يعني ما حدش بيركب الحصان على طول، لا خالص. انا بعرفه الاول ازاي يركب الحصان على اجهزه انا بستخدمها، وبعد ما بخلص فتره الاجهزه دي انا عملتها ونجحت جدا جدا معايا، بعمل له ماكيت للحصان وبحط له عليه السرج وبعرفه ازاي يركب الحصان ويمسك اسرعه ازاي ويحط رجله ازاي، حتى هو بيطمن كمان لان هو اتحط على جهاز، الحاله اللي جايه بعد كده ان هو يتحط على حصان، بنقي له الحصان اللي هو هيستخدمه المناسب ليه في الفتره دي او للمستوى اللي هو وصل له، وحصان بيكون متدرب اصلا عشان لو الفارس اخطا الحصان ما يخطاش.
لان الخيل زي ما قلت لحضرتك هي درجات، فبجيب له حصان هادي جدا، حصان متمرن، ان هو اللي راكب عليه الحصان بيفهم كويس قوي، اللي راكب عليه مبتدئ، فالمبتدئ مهما غلط الحصان مش هيغلط. تمام. واحنا بنبقى مركزين جدا مع المرحله دي، لان هي اخطر مرحله، مش في ان الفارس يحصل له فيها حاجه، هي اخطر مرحله في ان هي دي المرحله اللي انا بنشئ فيها الفارس. كمعلومه الفروسيه معلومه، الفروسيه ثقافه، فدي الفتره اللي انا ببتدي اتعامل مع مخه وبملاله داتا كتير جدا في الفروسيه واحده واحده طبقا لسن وموهبته. وحضرتك بتراعي طبعا اللي هي العلاقه اللي بينه وبين الحصان دي جداً. لازم مهمه احنا بنعمل اصلا، مش شرط ان احنا نروح عشان نتمرن، احنا بنروح نعيش يوم مع حصاننا، بنروح ناخد خنه وبنطلع بيها بره، بناخد خنه في العربيات المجهزه. هنعرض دلوقتي برضو لحضرتك صور دلوقتي عن انواع الحصانه تقريبا. اكن بطلع انا واصحابي خارجين رايحين في اي مكان، باخد انا خيلي في عربيات مجهزه بده، وبناخد فرسانة وبنطلع نستمتع بيهم بره، وبنقعد مع خنه، بنيجي يوم مثلا وليكن. هي رياضه لذيذه كمان، حاسه تحس ان فيها صداقه، فيها صداقه وفيها حياه، هي فكرتها ان هي اسلوب حياه بنستفاد منها. هو الفارس بمجرد ان هو بيتقرب من الحصان هو بيحس ان هو مش قادر كمان يبعد عنه، لان الحصان في طبيعه ربنا مديها له بتقربه جدا من البني ادم، غير ان هو له طباع اخلاقيه بنستفاد منها جدا، لان الحصان رسول موصي عليه وجت كتير قوي في احاديث واذكار. طبعا طبعا. طب امتى بقى كابتن تقدر، يعني من سن كام تقدر تدرب الاولاد؟ هي الفروسيه انا دايما بحاول ان انا من فوق الست سنين او من 6 سنوات ابتدي امرن. اول 6 سنين تبدأ. وارد جدا يجي لي حد موهوب او بنيانه قوي شويه، لان بيختلف طفل من طفل، ممكن يكون بنيانه قوي شويه واستيعابه كويس وموهبته كويسه، من 5 سنين ممكن اشتغل معاه، لكن ما بفضلش قبل كده. يعني من 6 سنين من تبدا الستارت الى بقى ان يشاء الله، لان هي رياضه كل الاعمار. بالظبط. طب هي رياضه الفروسيه طبعا ما بتعتمدش كده، من اللي انا فهمته من كلام حضرتك ما بتعتمدش على الفارس بس. لا طبعا بتعتمد. بالظبط. اتفضل يا فندم. بتعتمد على الجواد، لان اكبر دليل ان الفارس والجواد الاثنين بياخدوا مكافاه لو عملوا بطوله كويسه. يعني حتى لما بيحقق البطوله بتبقى البطوله ما بتتنسبش للفارس بس، بتتنسب للفارس وللجواد، والجواد بيتعرف ببطولته. وبجد. وطبعا وده بيفرق في سعر الجواد في حد ذاته. علشان كده الفارس بيتمرن والجواد بيتمرن. يعني انا ليا مواعيد بمرن فيها الفارس، وفي مواعيد انا باخد فيها خيلي. هنرجع لحضرتك في السؤال ده برضو، لان ده سؤال مهم. تمام. هنروح لمهاب بس كده، عايزك تقول لي مين اللي كان بيشجعك ودايما بيدعمك في الرياضه دي. هم في الحقيقه 3. مين اول حد؟ ماما، عشان هي كانت دايما بتشجعني وبتقف معايا. تاني حد بابا، كان بيقعد يقول لي ها انت النهارده احسن، ان شاء الله تبقى بكره احسن وتنط مستوى اعلى من ده. تالت حد بقى كابتن محمد، هو ليا عليا فضل كبير قوي على تعليم الفروسيه الصح. تمام. كابتن محمد بقى زي ما قلت لك من شويه، انت قلت لي الحصان ليه تدريبات والفارس ليه تدريبات. مظبوط يا فندم. طب نتكلم عن الموضوع ده شويه. الفارس تدريباته زي ما اتكلمنا عنها في اول الحلقه، ده موضوع وقته كبير جدا، لان بيبقى مستويات مختلفه، وطبقا لكل مستوى مرن الفارس على المستوى اللي بعده. الحصان بقى، الحصان انا عندي رياضات الفروسيه مختلفه، هي مش رياضه واحده، وانا بمرن معظم رياضات الفروسيه وعندي كباتن لكل لعبه، فكل حصان بمرنه على اللعبه دي. هو اللي انا افهمه من حضرتك ان كل مرحله عمريه ليها كابتن يعني متخصص معاها. كل لعبه او كل لعبه. تمام. وفي اوقات في المراحل العمريه المتقدمه بيبقى لازم يكون في كابتن واقف مركز مع طفل واحد، علشان محتاج ان انا انمي له الثقافه في الوقت اللي انا بمرنه، بنمي له ثقافته، بدي له معلومات، فمحتاج ان هو يبقى معاه حد مخصص علشان يبتدي يذاكر له المعلومات وهو بيتمرن معاه. تمام. فالجواد بيتمرن، انا بعد ما بخلص تدريب الفرسان باخد الجواد بتاعي تاني او باخد الخيول بتاعتي تانية، ببتدي اراجع التدريبات بتاعتهم علشان ادخلهم في الايواءات بتاعتهم حافظه اخر معلومه صح، لان المبتدئ بيدي اوردر ممكن يكون هو اخطا في اول اوردر وهو لسه مبتدئ، ففي اماكن في جسم الحصان دي اللي انا بدي فيها الاوردر بتاعتي، فانا بعيد تاني الكلام ده للحصان علشان ادخله على اخر معلومه صح، عشان لما يجي فارس بعد كده يركب الحصان من جديد يبقى راكب والحصان في اخر معلومه كانت داخل عليه صح. طب هنا نرجع بقى للسؤال بالنسبه لي مهم، هل كل واحد بيتدرب عندك لازم يتدرب مع حصان معين مثلا، او ليه حصانه ده الحصان اللي بيتدرب عليه، ولا بعد سن معين ممكن يتدرب على حصان تاني كده؟ المنطقه دي اختلفت المدارس فيها. يعني في ناس بتقول الفارس يتمرن على اي حصان، انا شخصيا المدرسه بتاعتي بقول ان الفارس يتمرن على الحصان اللي هو حبه والحصان اللي يتناسب مع السن العمري بتاعه ومع قدرات الفارس نفسها، علشان الفارس لازم يكون مطمن وحابب الحصان علشان يقدر يدي.
فما ادلوش حصان اكبر منه او اقوى منه او هو مش حابه، فمش هيبقى مركز مع التدريب قد ما هو مركز مع الحصان. فانا محتاج الفارس يطمن، فانا بحب الفارس يبقى جاي حابب الحصان ده، فلو هو حابه بمرنه عليه. طب الفارس بقى قدراته اقوى واكبر بيبتدي بقى يركب اي حصان، لكن انا ما بدرش ان انا اديله اي حصان، لا، لما خبرته تزيد معايا اديله بقى اي حصان. تمام، نيجي لك بقى يا مهاب، انت شاركت في بطولات قبل كده؟ شاركت في بطوله الرباب في الهرم، بس يعني اللي بتتحقق بطولات او يعني تعمل حاجه، دخلت البطوله شاركت بس كانت اول بطوله ليا، في اللي هو كنت مرتبك شويه. كويس جدا في سنك انك تشارك اصلا يا مهاب، يعني انا ان شاء الله لسه قدامك العمر طويل وتحقق كل نفسك فيه. حته كويسه بس ما قدرتش اكمل طبعا. هو مهاب عمل كورس حلو كويس قوي، بس هو دايما احنا الكورس لما بيتحط بيبقى فيه سدود في اماكن مختلفه على الارض، فهو من في اللعبه دي دايما في فارس ممكن ينسى مكان سد او ياخد سد قبل السد، لكن هو كان عامل تايم كويس قوي قوي وكان عامل كلير طول بس هو بدل سد مكان سد، لكن كان عامل بطوله تانية كان واخد فيها مركز واتكرم في النادي وكان عامل وكنا عاملين بطوله تانية وديه بيننا وبين مجموعه نوادي واتكرم فيها وخد ميداليه، وحتى اخر مره كان عامل تمرينه هايله جدا انا استغربت منها والله، ان هو دخل ليفل كويس قوي، كان ارتفاع اعلى وكنا لسه بنبتدي معاه، بس هو ما شاء الله عشان عنده حته الموهبه فقدر ان هو. انا مبسوط جدا ومبسوط جدا بوجوده عشان حتى يشجع يعني الاطفال اللي في سنه، ما تخافش، ويعني الرياضه جميله بصراحه. انا مبسوط بصراحه جداً. انا بعتمد على الحصان كانه اكتر من صديق وفي ليا. طب كويس جدا. طب انت استفدت ايه من الفروسيه؟ استفدت اول حاجه الصبر، تاني حاجه قياده، ثالث حاجه سرعة البديهة. برافو عليك يا مهاب، انا مبسوط جدا بيك. وطبعا ما ننساش فضل القوة علينا ان احنا نعرف نسيطر على الحصان. شاطر يا مهاب، برافو عليك بجد. طب امتى يا كابتن تقدر تقرر ان الفارس اللي دربته ده يقدر يخوض بطولات او تدخله بطولات؟ عندي حاجة اسمها تحديد مستوى، دي انا بعملها لاي فارس بيدخل عندي، حتى لو هو اول مره يركب الحصان واول مره ينزل فروسيه بعمل له تحديد مستوى، بس الغرض منها مش ان انا اعرف المستوى بتاعه، الغرض ان انا اعرف مدى موهبته. بعد كده بقى هو خلص المستوى او اول ليفل بعمل له اختبار للمستوى اللي بعده، لو نجح فيه بيبقى هو مؤهل للمستوى اللي بعده، لحد مستوى معين بيبقى هو هنا مؤهل للبطوله، لان بيبقى اجتاز كل اختبارات الفروسيه لدرجه معينه فيها، فيبدا اول ليفل في اول بطوله يقدر ان هو يدخله، وده بيكون تقريبا مش في مرحله اكبر من 9 شهور، ممكن قبل كده كمان. يعني فتره تدريبه 9 شهور. انا حاطط فتره تدريب 9 شهور مختلفه المستويات. من ال9 شهور عندي يقدر الفارس يدخل البطوله، في طبعا موهبه بتختلف عن موهبه، انا عندي في فارس دخل بعد 4 شهور كان قدر ان هو بدل ما بيتعمل له بيستوعب بسرعه وعلاقته بقت كويسه مع الخيل بسرعه. تمام. طب في شروط معينه لاختيار الجواد او الحصان؟ اكيد طبعا، زي ما اتفقنا ان كل حصان كل لعبه في الفروسية فيها مجموعة ألعاب مختلفة، فكل لعبة ليها الأسس اللي أنا بختار عليها الحصان بتاعي، بس في النهاية كل الألعاب لازم يكون الحصان حسن السلوك، ما يكونش فيه خصلة زي خصلة العض مثلا، ما يكونش فيه، لأن أنا بستخدم خيول بمرن عليها، فلازم تكون حسنة السلوك، صحتها كويسة، بستخدم في القفز ارتفاعات عالية، بستخدم في القفز الأجنبي لأن أنا عندي معظم القفز في الارتفاعات بتاعته أجنبي، عشان الحصان الأجنبي ارتفاعه أكبر من ارتفاع الحصان العربي أو البلدي. طب أنت كل اللي بتدربه عندك يقدروا يعني هو يتدرب يدخلوا بطولات اللي هي القفز دي؟ عندي فرسان كتير دخلوا بطولات قفز، وعندي ناس هو الجمهورية، وعندي ناس تاني جمهورية، وعندي ناس عملوا مراكز كويسة قوي قوي، وأنا بهتم دايما بال احنا في فيديو هنعرضه برضو للتدريب اثناء تدريب حضرتك، وممكن تعلق عليه برضو لو انت عايز تعلق على حاجات معينه فيه. يا ريت يا فندم. تعالى يا فندم، يعني لو في تعليق معين عايز توضح للمشاهدين حاجه. الفارس هنا بيبتدي يدخل على لجنه التحكيم، بيعرفهم بنفسه، بيبتدوا يدوروا اوكي ان هو الارض جاهزه يقدر ان هو يدخل يعمل الكورس بتاعه. تمام. هنا بيستعد الفارس لأول حاجز. بالظبط، في نوع معين من الخيل بتفضله أو قريب لقلبك شوية؟ أنا أكيد في خيل قريبة لقلبي، وبصراحة في خيل بتاعتي أنا شخصيًا أنا اللي بركبها، مفيش حد تاني بيركبها. ما تدربش عليها حد. دي بقى ما أنا بقول لحضرتك هي علاقة حب وعلاقة صداقة، لكن في خيل تدريب بفضلها برضو بحبها جدًا. هنا الفارس ما شاء الله دخل على السد بتاعه وكان دخول مميز يعني. زي ما قلت لحضرتك هل ارتفاع الحاجز بيزيد كل فتره؟ بيزيد، ما هو احنا الفروسيه ببدا من ارتفاع عندي 6 وعندي 5 لحد درجه اولى،
بس بيختلف الحصان بتاعها بقى. في عندي الستة والخمسة أقدر أدخل عليهم بلدي، لكن من أول الرابعة لازم بيكون حصان أجنبي، لأن الحصان البلدي أو العربي ما بيزيدش عن 160 سنتي القفز بتاعته او الارتفاع. لا الطول طوله نفسه تمام. وطول الحصان بيفرق في القفز. يعني لو حضرتك جبت حد طويل غير حد قصير، الحصان الطويل بيقدر ان هو يعمل جامبنج اعلى. فده بيختلف من مستوى لمستوى، بستخدم خيول معينه في مستويات معينه. في برضو صورتين هناخدهم دلوقتي مع حضرتك برضو للتدريب، ولو في حضرتك برضو عايز تعلق عليهم دول او الناس دول فينا. بقى ناس انا بحبهم جدا جدا جدا، دول اللي هم ذوي الهمم. الناس دي احنا بنستخدم في الفروسية عندنا طرق للعلاج. ذوي الهمم دول عندهم طبعاً قدرة طبعا، ونحترمهم كل التقدير ليهم والاحترام، وانا طبعاً ليهم محبة جامدة جدا. كمان الفريق ده انا بحبه جدا جدا. دي بطولة كنا عاملينها ما شاء الله، انا شايف ميداليات حققوا بطولات يعني. لا 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 ما شاء الله، ومهاب كان واخد في البطولة دي مركز اول على ما اذكر او مركز تاني ما شاء الله، وكانوا كلهم حقيقيين. كنا عاملين بطوله وديه بيننا وبين كذا نادي. ما شاء الله، تشرفتنا كابتن محمد، ربنا يخلي حضرتك، شرفتنا مهاب، ربنا يخليك. كده تكون انتهت فقرتنا الاولى، فاصل واستنونا راجعين لكم تاني.